رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من جديد مع سعادة السيد جاسم بن سيف مصليطي وزير المواصلات والاتصالات. أبو سيف، قبل الفاصل كنا نتكلم عن القمر الصناعي سهيل 2 وعن البريد الجديد. البريد أعتقد خلصنا الفقرة. سهيل لا شك أن سهيل 1 تعرف أنه أطلق بنجاح طبعا، ولا زال أنتم تبثون أظنتي صحيح سهيل وبي إم سبورت وجميع قنواتنا تبث من سهيل 1، وهناك احتياج راح يطلق سهيل 2. في البروغرام مال سهيل 2 راح يطلق في النصف الثاني من 2018 تقدي، في النصف الثاني إن شاء الله راح يطلع سهيل 2. في بعض الأشياء الفنية المتعلقة بسهيل 2 جالسين نحلها أو حلناها، يمكن كانت بعد متعلقة بالحصار كذلك وعدم مصداقيتهم بهذا الموضوع، لكن إن شاء الله أن احنا ماشيين نايم أشياء صغيرة جدا، لكن إن شاء الله راح يطلق إذا ما صار تأخير على البروجرام من قبل الفنيين المعنيين على المشروع، راح يطلق ويطلق من دولة قطر إن شاء الله. طويل العمر، المشاريع المستقبلية، نبي نتكلم عن المشاريع المستقبلية بالنسبة لوزارة المواصلات والاتصالات. المشاريع المستقبلية هي جميع المشاريع اللي أعلنت عليها الدولة أن جميع مشاريعنا ماشية. يمكن عندك التوسعة، المشاريع الرئيسية عندنا المرحلة الثانية والثالثة من ميناء حمد، هي مشاريع ضخمة راح بدأت فعليا وجزء منها راح يبدأ السنة الجديدة. توسعة مطار حمد راح تطرح المناقصة إن شاء الله في 2018 أكبر من هالمطار بعد؟ أي نعم، في توسعة على مبنى الركاب وتوسعة رئيسية كذلك في مطار حمد لاستيعاب الأعداد الكبيرة اللي القطرية راح تستخدمها كهب رئيسي كما تعلم، وكذلك الاحتياجات كأس العالم 2022 وتوسعة رئيسية في الأنظمة للمطار، كذلك إنهاء المرحلة الثانية والثالثة من المطار من ميناء حمد. هذه واحدة من المشاريع أو مشروعين رئيسيين. كذلك إن شاء الله في مشاريع رئيسية خلصت من التخطيط من عندنا وسلمت لأشغال لتنفيذ البنية التحتية للشوارع، هذه موجودة في كل مكان، ويمكن تحسينات على شوارع الرئيسية موجودة، الأوربيتال الدائري المداري اللي يرتبط، هذا من أكبر المشاريع، الخور الساحلي هذه من المشاريع المستقبل الضخمة. وكذلك يمكن بداية السنة في مشروع هو صغير لكن كبير بحجمه ومعنوياته، اللي هو معني بالمواطنين فعلا، اللي هو تطوير الموانئ الصيد بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة. سنطلق إن شاء الله قبل نهاية السنة أو بداية السنة في شهر وعد إن في يناير أو في آخر ديسمبر مشروع إطلاق تطوير موانئ الصيد اللي هي ميناء الخور، ميناء ذخيرة، ميناء رويس، وميناء الوكرة. حلو. وإحنا اتخذنا هذا القرار بحيث إن كل منطقة تعرف ما تغير من منطقة، يقول لك بديت في الخور وخليته، فقلنا نختار جميع المناطق وننفذ فيهم هذا المشروع الرئيسي إن شاء الله. هو في كذلك مشاريع، بعض المشاريع تطوير ميناء رويس المرحلة الثانية قربت أن تجهز ويفتتح السوق الرئيسي في ميناء رويس، وكذلك المرحلة الثالثة، وهناك مشاريع أخرى متعلقة بالجسور إن شاء الله راح تطرح في آخر 2018 وبداية 2019. يمكن أنا ما تذكر الآن مجمل المشاريع، لكن مشاريع كبيرة جدا ومنها مشاريع تسمو راح تنفذ. نبي نتكلم عن مشروع تسمو. نعم. ما المقصود بكلمة هو تسمو؟ تسمو بروح الأوفياء، فإحنا خذناها تسمو وجعلناه شعار لنا وهدف رئيسي لتطوير دولة قطر الذكية. يمكن كل مدينة في العالم اختارت شعارها، مثلا الدوحة الذكية أو باريس الذكية أو دول مقاربة لنا استخدمت اسمها، وإحنا قلنا لا، استخدمنا دولة قطر الذكية بحيث تكون الأنظمة الذكية في دولة قطر، وخذنا أربع قطاعات رئيسية
من بداية إطلاق المشروع إلى 2020. أن نطور هذه، يعني مثل ما تعرف أن الأهداف كبيرة جدا، ما تقدر تختار جميع الأهداف وتطورها، فاخترنا 4 أهداف رئيسية نطورها ونتجه إلى أهداف أخرى. فاخترنا الصحة، واخترنا النقل، واخترنا اللوجستيك اللي هو تسليم البضائع وتطويرها، والرياضة، رياضة والبيئة. وندرس هذه المشاريع وكيفية استخدام التكنولوجيا فيها. فبشوف أن الشوارع، الأنظمة، الإشارات وأنظمة النقل تتحاكى مع بعض. بشوف في مجال البيئة كيفية رصد الأشياء التي تضر بالبيئة في البر بواسطة أغمار صناعية أو طائرات. بشوف استخدامات الأراضي أو هل تصلح زراعية أو كذا باستخدامات نظيفة. قياس البحار عندنا الآن صار بنظام ذكي، ونعرف درجة الملوحة في أي اتجاه. فهذه الأنظمة تساعد على توفير وقت وجهد ومال. صحيح. فإن شاء الله بشوفون من أهداف تسمو تحويل دولة قطر إلى ذكية، وبتكون لها 5 أهداف مثل ما قلت لك رئيسية. وعندنا وكيل وزارة مساعد قائم بهذا المشروع، معني بتطوير دولة قطر في هذا المجال. بوسيف، الحين بالنسبة انت داخل المطار تشوف الريل في المطار، هل راح يتحرك من المطار مستقبلا؟ في 2 ريل في المطار. الريل هذا لنقل الركاب، الكبسولز نسميه، اللي تحرك. ويمكن احنا اخذنا فترة اختبار طويلة فيه، يمكن حتى شفت كنت مطاطير ماي مركبة او موجودة على اساس ان نمثل الاثقال الطبيعية للاشخاص بحيث نوصل الى منظومة امنة. فالحمد لله اجتزنا هذه وعمل. لكن هذا نقل داخل المطار. المحطة الرئيسية موجودة عند البوابة الرئيسية للمطار وموصولة بقاعة الركاب، بحيث أن الريل أو مترو الدوحة يتحرك وتوصل إلى المطار، فهو في ستيشن أو محطة رئيسية موجودة. والحين القطار أو المترو أو الريل بيوصل لكل الملاعب ولا ملاعب معينة في المستقبل؟ في ملاعب الرئيسية، لكن نحاول انه بيكون قريب من كل الملاعب. لكن الملاعب الرئيسية، ملعب الافتتاح يمر من تحته بالضبط. بعض الملاعب قريب جدا منها بمسافة صغيرة، وبعض الملاعب يمر من تحت، لكن مش كل الملاعب. أبو سيف، أيضا قبل كم من يوم شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي غطار حركتوه في مشروع مشارب. نعم، هذا مشروع مشارب بالضبط، يجرب، وليس غطار، هو ترام، من نوع ترام الوسيل بس أصغر بحجمه، وداخل مدينة مشارب، والآن هو في طور التجربة والاختبارات النهائية كذلك. ففي قطار هناك موجود، وفي قطار كذلك أو ترام موجود في المدينة التعليمية. هذه داخل المنظومة، ليس خارج المنظومة. خارج المنظومة لا يوجد إلا مترو الدوحة وترام الوسيل اللي هو يوصلك بجميع أنحاء دولة قطر. سعادة الوزير بوسيف، حقيقة أنت اختصرت علي المسافة وريحتني فيك، يعني كل الأسئلة اللي أنا كنت ودي أسألك إياها أنت جاوبت عليها بيض الله وجهك بنفسك. بوسيف، في آخر اللقاء عندك شيء ما يعني ودك تقوله؟ والله أنا أحب أشكرك على هذا اللقاء، وأشكركم على كذلك طرح الأسئلة النيرة، وأشكر الجمهور، أشكر الناس جميعا، وأحب أبارك لكم بالعيد الوطني، أبارك لسيدي صاحب السمو، أبارك لنائب الأمير، سيدي نائب الأمير رئيس مجلس الوزراء،
الأخوان جميعا والشعب القطري الكريم، وإن شاء الله يعود علينا بأفراح دائما. آمين يا رب. أنا ما عندي كلام لكن يعجز لساني عن شكركم. الله يطول عمرك. كذلك العزيز تستحملوننا ساعات لأن المشاريع اللي تصير حقيقة الجيم لا بالعكس والمجهود اللي بذلته حقيقة في أزمة هذا كان يعني مصدر شكر من جميع المواطنين. الله يطول عمرك، وهذا وسام على صدري أنا، وأشكركم جزيل الشكر على هذا الإطراء وما قصرتوا. بيض الله وجهك يا العمر. الله يسعدك يا العمر. الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، لهنا تنتهي أو ينتهي هذا اللقاء الخاص مع سعادة وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف الصليطي. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. تسلم طال عمرك. تسلم.